لغة شوطنا العاشر والأمنية لكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون بالتوفيق، وللزميل أيضا حسن التعليق. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أرحب بكم أجمل ترحيب بانطلاقاتنا المتواصلة ضمن فعاليات المحلي التاسع بأول أيامه وبأول تحدياته هذا المساء. نتابع هذه المنافسة المشرفة مع انطلاقة الشوط العاشر لفئة الحقائق بكار، تحمل بطياتها هذه الشعارات، شعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة المتواجدين على أرضية ميدان التحدي. 3 كيلومترات هي رحلة متواصلة مع هذه الأسماء. نتابع تحديات المقدمة وصدارة الشوط. أول المراكز منارة لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني حسين بن محمد بن سفران. في المتابعة والتضمير يقدم لنا منارة في هذا الانطلاق والتحدي. المركز الثاني أتابع متاهة لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية، يتابع هذا الانطلاق مع المتاهة التي تتواجد في المرتبة الثانية. انتقل مباشرة مع صاحبة المركز الثالث، هنا تتواجد بهذا الانطلاق وبهذا التحدي عسيلة لهجن الشحانية بقيادة الشبل الجابر بسالم برفاران المري، بينما المركز الرابع التي تتسلل الى المركز الثالث وقى لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد ثاني محمد بن برقان بن مقارح الصارم، هنا متابعا لهذا الانطلاق الشعار الذي حصد اغلبية الاشواط بهذا المساء. يتواجد هنا مقدم لنا وقى، تسللت الى المركز الثالث وعينها على صدارة الشوط. المركز الرابع سيلة لهجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بس سالم بن فاران المري، بينما المركز الخامس تابع شعار هجن الغرافة قادم مع العنود لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني وسعيد بن راشد الزعبي، هنا متابعا لهذا الانطلاق مراقبا لهذه المنافسة. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى للخمس النجوم المنطلقة في هذا التحدي وبهذا المسار الجميل. نعود مباشرة مع البداية ومع التحديات الأولى، منارة مع البداية، ولكن هناك متاهة بدأت تتسلل إلى مقدمة هذا الشوط بشعار هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما المركز الثاني وقى تتسلل إلى البداية وقى لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني الصارم محمد بن برقان بن مقارح، متابعا لهذا الانطلاق وهذا التحدي مع تواجد وقى على صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني العنود قادم بالشعار هجن الغرافة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل ثاني السعيد بن راشد الزعبي، متابعا لهذا الانطلاق مراقبا لهذه المنافسة مع العنود التي تحتل المركز الثاني. المركز الثالث أتابع أسرار لهجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الرابع بواجة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد ثاني محمد بن برقاب بن مقارح. المركز الخامس أتابع الشعارات القادمة، ولكن أعود مع المنافسة ومع تحديات المقدمة. وقاو العنود أهالي عين خالد وأهالي الغرافة في منافسة من أجل الانتصار ومن أجل الناموس، وقا مع البداية، وهناك العنود تواصل مسيرة الضغط على المقدمة. بدأت تتسلل العنود إلى مقدمة هذا الشوط بشعار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني وسعيد بن راشد الزعبي، هنا متابعا مراقبا لانطلاقة العنود مع اللحظات الأخيرة والمية متر الأخيرة. العنود تحسم أمور هذا الشوط وتهدي السلامات إلى سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل ثاني، تهانينا من أعماق قلبي لهذا الشعار، وتهانينا لسعيد بن راشد الزعبي على فوز العنود وتحقيقه للإنجاز المركز الثاني، وقع لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد ثاني مع الصارم محمد بن برقاب بن مقارح. المركز الثالث أسرار لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران الملي. المركز الرابع حورية لسعادة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز ثاني مع محمد بن عبد الله بن ناصر بن حفيظ المري. المركز الخامس
مركز الخامس بواجه لسعادة الشيخ عبد العزيز محمد بن خالد الثاني مع الصارم محمد بن برقام بن مقارح المري. إذا مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل، كما شاهدتم معنا المنافسة والتحدي في هذا الانطلاق الجميل، فكانت العنود حاضرة محققة الناموس هذا الشوط بشعار هجن الغرافة. تهانينا وألف مبروك. 4:23 خمسة أجزاء من الثانية، تهاني والناموس لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني على فوز العنود والتحقيق للانجاز. تهانينا لسعيد بن راشد الزعبي من تابع لعنودنا خط النهايه ومعلنة الفوز والناموس المركز الثاني. وقع وصلت بتوقيت زمني وقدرها 4:24 4 اجزاء من الثانيه. تهاني والناموس لسعاده الشيخ عبد العزيز محمد بن خالد الثاني. تهانينا لمحمد بن برقام بن مقارح من تابع وقع الى خط النهايه محققه المركز الثاني. المركز الثالث وصلت اسرار 4:25 6 اجزاء من الثانيه. تهاني والناموس لجل الشحانية وتهانينا للشبل جابر بن سالم بالفران المري على فوز أسرار في المركز الثالث. تهانينا